بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة، قال: ضحي بها. باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لك، أنفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها. باب من قال: الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال:
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه وهيب عن أيوب، وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة، وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة. باب من ذبح الأضاحي بيده.
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. باب من ذبح قبل الصلاة وأعاد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت؟ فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، أذبحهما؟ قال نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكته. باب وضع القدم على صفح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته
فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة: لحوم الهدي. حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم، فقدم إليه لحم، قال: وهذا من لحم ضحايانا، فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدريا، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منه، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.